عالية ممكن يكون تروح بالليل. تروح هتروح وتطلع بالليل مع مين يا ابني؟ ما كناش ما كناش هتقلق. وبعدين محمد ما طلعش امبارح، هو ازاي هبدا تشكيله هو ما طلعش؟ ركز يا سيد ركز، ادور استاذكر سيد استاذكر ايه؟ اه قلت له الاثنين كمان مش مركب واحد بس عشان ما فيش حاجه. انت لو انت كنت فاضي كان هديك التشكيله دي. قالوا ما هو كان التشكيل كان مدين تشكيله الصبح بدري دمياط بس انا عندي توكيل. قلت له طيب اكيد كان ممكن على التشكيله ديت هو طلع عشان ما فيش عربيات. كم؟ هروح فين سيبتو؟ 19 50 الساعة 8 حلوة إن شاء الله نتحقق. ليه؟ هو رد الساعة كام؟ محمد رمضان البضين مع محمد بلح ومحمد عزت مع عصام وردية حلو. بحب الوردية دي قوي والله. الأولى مش في التراوح ايه؟ لا لا عصام لا عصام ما بيقدرش ملناش دعوة يعني. لا وجيه ايه من ساعة القرار اتعمل جديد في المينا واللي عاملها خربانة معايا وعمل حادثة ايه ده عربية واقفة بيصلح اللنط اللي على الشمال دخل فيها فميدو بيقول لي قلت له على فكرة قال لي قلت له في قانون في المرور بيقول لك أي حد دخل في حد من ورا هو اللي غلطان. بيقول لي ازاي؟ ده وقف مرة واحدة. قلت له وقف مرة واحدة ما وقفش مرة واحدة. انت لو ساي مسافة بينك وبين العربية اللي قدامك تمام هت ايه هتقف. قال لي اه. قلت له بعدين العربية النقل الكبيرة دي فرامل